تعليم البنات كان يعاني في بداياته. على سبيل المثال كان في القصيم هناك بعض عدم تقبل الفكرة لدى الأهالي، وكان هناك توفير حماية خاصة أمام مدارس البنات في القصيم. على سبيل المثال كان هناك جيب من الحراسة الخاصة أو من الحرس الوطني. نحن الآن أمام معهد الرياض النموذجي، وهو معهد أو هي المدرسة الأولى للبنات التي أنشئت في الرياض، وكانت اسمها في البداية مدرسة الكريمات أو مدرسة كريمات الملك سعود رحمه الله. في عهد الملك سعود رحمه الله بدأت موجة من المطالبات في الصحافة السعودية بافتتاح مدارس نظامية للبنات بعد وقوف الكثيرين في وجه إقرار تعليم البنات بمدارس نظامية حكومية خاصة بهن، فكان بعضهم يردد: لا تطيح علينا السماء، في ردة فعل تستنكر أي سلوك مخالف لعادات وتقاليد المجتمع آنذاك. قرار فتح مدارس البنات قوبل بمناعة الأهالي، فقد اتجه وفد إلى الرياض لمقابلة الملك سعود والمطالبة بإلغاء قرار تعليم البنات. وكان الرد الحكيم من الملك سعود حين قال: فتح المدارس للفتيات هو أمر من جلالة الملك سعود، والذي لا يرغب في إلحاق بناته بالمدرسة فله الحرية في ذلك. كان ذلك بلا أدنى شك قرارا صائبا يحمل في طياته مصلحة المجتمع أولا. والدليل على ذلك هو أن من كان بالأمس يمانع ذلك ويعارضه قد صار من بناته اليوم معلمات في تلك المدارس. كان من طبيعة الحياة آنذاك عدم تقبل أي سلوك مخالف لعادات المجتمع وتقاليده حتى وإن كان مباحا في الشرع. لقد استمر تعليم البنات ولم تسقط السماء كما كان يقال، بل صعدنا إليها وهن يرددن: طموحنا عنان السماء. للإخباري عاصم الرشودي، الرياض.